السلام عليكم. اليوم راح نسوي مع بعض الكبة. راح ناخذ بنين برغل ناعم، بون لحمة، وبصلة صغيرة. البرغل راح نكون ناكعينه شوية ما يمشي كتير، هكذا بنبلش نطحن فيه. لازم نطحنه منيح لمرحلة انه يصير عن جد انه نقدر نعجنه ونتحكم فيها زي ما انتو شايفين. هيك نكمل عجنة عايدنا بعد ما خلصنا كل الكمية. لازم نعجن منيح عشان حبات البرغل يتماسكوا مع بعض، ويوم نسويه ما يفتح معانا أو يتشقق. بعد ما نعجن هيك يصير، هلا كنا نحط البهارات. أنا حاطت عشان أفرجيكم شو هن البهارات اللي بستعملهن: فلفل أسود معلقة، هيل، ورق غار، قرنفل، وقرفة. هدول البهارات اللي رح نستعملهم للعجينة. وهذه ملعقة لومي مطحون اللي هو الليمون المنشف، كلهم رح نطحنهم، وملح. هذه هي اللي رح نستعملهم لبهارات العجين. رح نطحن كل البهارات ونحطهم ونعجنهم مع بعض منيح. بعد ما نعجنهم مع بعض منيح راح نخليهم بالتلاجة يتريحوا عشان العجينة تتماسك والبرغل يشرب المية ويتفتح منيح، تقريبا من ساعة لساعة ونص، يعني اقل اشي في التلاجة تكون، ما بر مش برا نخليها عشان الجو صيف وشوب. لك هيك العجينة جهزت، راح نتركها في البراد في الثلاجة. هيك بدنا نسوي اللحمة، طبعا حسب ما بدكم، قد ما بدكم قد الكمية اللي بدكم اياها بتسووا لحمة، انتو حرين، هذه يعني راجعة لكم. وراح ناخذ على اللحمة بصل. في ناس بيحبوش البصل كتير في الكبة، بس انا بحبها يعني تكون البصل اكتر في حشوة الكبة، بيكون طيب كتير. برضك هاي حسب الذوق، راجع على لحضراتكم كمية البصل. وراح ناخد عليه كمان صنوبر بالاخر، راح نحمصه ونحطه. هيك اللحمة جهزت، بس بدنا نحط لها البهارات. راح نستعمل بهارات نفس اللي استعملناهم في العجينة، اللي هي معلقة ملح، طبعا الملح اختياري حسب ما بيحب الواحد يعني كديه. راح ناخد رشة قرنفل، راح ناخد معلقة بقدونس ناشف، وراح ناخد معلقة لومي مطحون الليمون المجفف، ومعلقة بهار هذه للحمة ضروري. طبعا شوية فلفل أسود. وهيك بهارات اللحمة بيكونوا جاهزات. هلك بس نحط لهم البصل ونشوحهم شوية مع بعض.
ما بدي البصل تذوب، بس تتدبل شوية. هيك جهزت من تلفيك هذا التبرد. هلاك بدي افرجيكم كيف طريقة الحشي بتكون. هيك العجينة بعد ما تريحت شفتوا محلاها، بتلزقش في الايد وجمدت كتير، سهل التعامل معاها. طبعا كل واحد له طريقته في الحشي، انا كتير بس سهل علي هذه الطريقة. شوفوا ما بدها شي، ما بدها مي ولا شي. في ناس بيستعملوا طحين معاها، بس لا انا ما بنصح، لان الطحين بيخليها تصير تعلك. احسن اشي ان الواحد يحط العيار المزبوط عشان ما يحتاج يحط اضافة تانية للبرغل، واللحمة تطلع طيبة وطرية معاكم. هيك بدي اقليها فرجيكم كيف ما بتتشكك ولا اشي، بس اذا بتعطوها حقها طبعا انها العجينة تتريح. بالتلاجة منيح. هيك الشكل النهائي، خلصت الكمية. ان شاء الله بتعجبكم طريقتي وبتسووها. شكرا لكم على المتابعة.